السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في برنامجكم الجديد اللي اتيكم على قناه سميره تي في، برنامج غانو كويزين. كالعاده وصفات سهله مهله وبنتها كالعاده لهبت الدنيا. اليوم جيتكم بواحد لاسوب، سوب دو شامبينيون ولا حساء الفطر. راح نديروه بشامبينيون المعلب. دوك نعطيكم المقادير تمتم باش ما نطولوش بزاف في الهضره. حساء خفيف ظريف تقدروا ما تبدلوا به، كاين اللي يحبوا يبدلوا في رمضان يديروا في بلاصه الشوربه، وكاين اللي يقول لك شوربه نكمل بها كامل رمضان، وكاين اللي يحب يبدل. دوك كل واحد على حسب واش يحب هو. هنا عندنا قيس باطا ونص تاع شامبينيون معلب اللي كنا صفيناه من الماء تاعو. عندي هنا قيس زوج حبيبات تاع البطاطا. هنايا عندي قيس راح ندي منها قيس نص حبه تاع بصل. هنا عندي حبه بصل تكون مقطعه، عندي حبه بصل كبيره راح ندي منها نص برك، راح ناخذ نصف الكميه هذه. عندي هنا نصف صدر دجاج عفوا قطعته مكعبات هكذا، سنينات تاع الثوم. عندي هنا تابل دجاج، وعندي شويه تاع توم بودره، ونسحقوا ملح في الكحل. ابخي راح نسحقوا لا كريم فخاش والفرماج هكذا باش نضيفوهم في الاخر. هنا الحاجه الاولى اللي عندنا نحكموا طنجره تاعنا، نشعلوا النار هكذا طنجره تاعنا. واش نجيو نديروا فيها؟ نجيو نديروا فيها مغرف كبيره تاع المارغرين. نديروا مغرف كبيره تاع المارغرين كيما على بالكم لي سوب لي يجو فيهم، اللي تجي فيهم كريمه الطبخ معناتها دي سوب بلونش، دائما نسحقوا المارغرين كميه تكون مليحه. هنا راح ندي قسم مغرف تكون مليحه تاع المارغرين، معناتها مغرف تكون كبيره. فتحت النجره تاعي نحطها هنا، ندير قسم مغرف تكون كبيره. واش راح نجي ندير فيها؟ نقص النار هكذا، نردها لبلاصتها، نجي ندير كمية تاع الدجاج اللي درناه، هذاك الدجاج اللي كنا قطعناه مكعبات صغار، نصف صدر الدجاج راح يكفيكم في الوصفة. سي بون، هادو ما نسحقهمش، نجيب هنايا باش نخلط، هكذا، رايح نقلي هنا مليح هذاك البولي تاعي، هادوك المكعبات تاع الدجاج. حتى وين يتحمروا ويدوا لون شباب، برك قبل ما نخليهم يتحمروا راح ندير لهم شويه تاع فلفل كحل، وندير لهم شويه تاع الملح. خليهم يتحمروا على نار تكون قويه، معناتها يتلقوا لنا كامل هذيك البنه تاعهم، خاطر دوك نعاودوا نحوهم بعد ما يتحمروا لنا المرصوات هذوما تاع الدجاج. هكذا بهذا لافاسون نخليو يتحمر هذاك الدجاج مليح بهذه الطريقة. بعد ما يتحمر لنا هذا الدجاج رايحين نحوه معناتها من الطنجرة باش نكملوا لي زيطاب اللي بقاو. البصل، بطاطا، شامبينيون، ما عندناش بزاف مكونات، معناتها وصفة سهلة وتقدروا كامل ديروها، معناتها ما فيهاش تعقيدات ولا حاجة، سهلة برك كما فهمتوا. دوكا كما قلت لكم حمر مليح لي مورصو تاع الدجاج تاعي، هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما يتحمر لنا مليح هذاك الفولي تاعنا نجيو نحوه نحطوه في ان ريسيبيون باش من بعدك في الاخر كي طيب لا سوب تاعنا ونكملوا نطيبوها كامل رايحين نردوه باش يكمل هو ثاني طيابو. حنا برك قليناه دوكا باش برك ترفد البنه تاعو هذيك لا سوب تقعد لنا هذيك البنه. هذا سي بون ما نسحقوش، ندير نار قليله، نجيب البصل تاعي. هنا عندي حبه بصل كبيره راح ندي منها نصها تقريبا، ما حبش نديرها كومبلي. بهاد الطريقه، واذا كانت عندكم حبه بصل صغيره ديروا غير قيس حبه بصل صغيره هكذا. نقلوها حتى وين تدبل شويه،
باش نضيفوا عليها الشامبينيون. سيبو هنايا بعد ما دبل لي هذاك البصل اللي درناه، نجي نضيف عليه كمية تاع الشامبينيون اللي قلت لكم علبة ونص تاع الشامبينيون معلب. نقويلها شويه النار هكذا باش تقلى مليح. واش نجي ندير دوكا؟ ندير شويه تاع فلفل كحل مع هذاك الشامبينيون هذاك البصل. رايح ندير كميه تاع الملح بهذه الطريقه، نزيد معاهم شويه تاع توابل. عندنا هنا تابل دجاج راح ندير منه قيس نص مغرف صغيره. عندي هنايا توم بودره قيس مغرف صغيره. ونزيد هنا ندير سنينه تاع الثوم اللي راح نقطعها راح نقطعها هكذاك على ثلاثه، خاطرش من بعدك رايحين نرحو كلش. هكذا بهذه الطريقه سي بون، هادي ما نسحقهاش. نقلي هذوك التوابل مع هذاك الشامبينيون وهذاك البصل. بعدها في الاخير رايحين نديروا البطاطا باش من بعدها نمرقوا على ضربه. هنا كما قلت لكم عندنا زوج حبات تاع البطاطا يكونوا صغار، ما يكونوش يكونوا متوسطين، بين صغيورين ومتوسطين، ما يكونوش كبار باش تقعد هذيك الشامبينيون هو الاساسي في هذه الوصفه. كما راكم تشوفوا هنا درت البطاطا تاعي، نزيد نقلي شويه باش كامل هذيك البطاطا ترفد كامل هذيك البنه ويتقلاو مليح باش نجي نمرق بعدها بالماء سخون. هكذا تقدروا ديروا ليكوب تاع الدجاج، تقدروا برك انا اذا ما درتوش الدجاج تقدروا ديروا ليكوب تاع الدجاج. انا هنا كي درت الدجاج خلاص عندي البنه هذيك تاع البولي كي قليناه وحمرناه خلالنا هذيك البنه في الطنجره تاعنا. دوك هنايا واش نجي ندير؟ نجي نمرق بالماء. رايح نجي نمرق بالماء هنايا. شوفوا الماء كي تمرقوا حتى وين يتغطى لكم، شوفوا بلي الكميه تاع الماء زادت فوق هذا الميلونج تاعنا بحوالي 2 سنتيمتر. غطوه مليح خلوه يطيب خاطش دوك يزيد يشرب بالماء، وهذيك البطاطا تطيب وهذيك الخضره كامل طيب لاي الداخل بهاد الطريقة. رايحين هكذا نخلطو مليح هكذا ونخليها تطيب باقلة، نغطي عليها ونخليها تطيب. دوكا انا مبقى عليا نقول لكم غير دوكا نروحو فاصل ونعاودو نولو باش نشوفو كيفاش نكملو لاصوب تاعنا. هنا يا جماعه بعد ما خليت لاصوب تاعي طيب مليح والبطاطا شفتها بلي طابت، دوكا نجي نحي عليها الغطاء. هكذا بهذه الطريقه غير دخلوا فيها البرشيطه ولا موس هذيك البطاطا تشوفوها طابت معناتها سيبو. هنا راح نطفي عليها، رايح نطفي عليها. واش نجي ندير لها هنايا؟ نجي ندير لها قيس كاس تاع كريمة الطبخ. الكريمة الطبخ خاصة بالطبخ، كيما هنا راح ندي بنكهة الكودا، راح ندي منها قيس كاس. هكذا ونجي ندير معاها تانيك بون مورسو تاع الفرماج. هنا هاديك الكريمة تاعي درتها عليها سي بون، هذا ما نسحقوش. ونزيد هنايا مورسو تاع الفرماج كيما راكم تشوفوا هنا، رايح ندي ان بون مورسو تاع الفرماج. بهذه الطريقة مورسو تاع الجبن. هنايا بعد ما درت هذاك مختل الجبن نعاود نردو البلاستو هذا. نتا حاجه سهله كيما شفتوا، حاجه ما طولش، تقدروا ديروها ليه ليه تمتم وانتم فريتوها. هنا نرد هذا البلاستو ونجيب البراميكسور تاعي، رايح نرحي كلش
هكذا بعد مرة نار. انا دوكا ما بقى عليا نقول لكم باللي نكمل نرحي لاصوب تاعي، بعدها راح نضيف لها الدجاج، غير نكمل نرحيها نضيف لها هذا الدجاج اللي كنا قليناه في الاول، ونتلاقاو في طاولة التقديم. وهكذا جماعه نكونوا لحقنا لنهايه الحلقه تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا لاصوب تاعنا راهي واجده، حطيتها في طبق التقديم، درت لها شويه تاع المعدنوس برك من الفوق، بعد ما طابت هذيك البطاطا والشامبينيو وهذاك البصل ودرنا لاكريم فريش والفورماج رحيناها وقدمناها بهذه الطريقه. نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه تاع نهار اليوم، ونالت اعجابكم وتبعتونا تطبيقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصين بي ولا الخاصين بقناه سميره تي في، ونقول لكم في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.